صباح الخير، صباح النور. كصبحتو انا يلاه دابا فقت هذه واحد العشرة شي حاجه. كصبحتو كلشي مزيان، كلشي بخير. فقت وانا سمعت تر 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 تر، قلت لك لاباس. هاد الشيء هاد التراكتور وقف قدام الباب، صدق فؤاد جايب واحد اللوطه قاده. مي الله ما تقولوا، رحنا في شهر 6، رحنا دابا هاد النهار كنصور لكم، رحنا 8 يمكن في شهر 6، 8 8 في شهر 6، تقولوا رحنا في شهر 1. البرد، وما انا مانيش لابسه والله، الا خرجت هكا ورجع جاني البرد. البرد وهذا والشتا، تقولوا رحنا في شهر 3 ولا شهر 2 ولا غنقلب لكم تشوفوا. شوفوا هاد، شوفوا الجو كي داير، شوفوا راه كتصب. قلت لها تقولوا رحنا في شهر 2 وي، ما تقولش رحنا في شهر 6. ديجا شهر 5 شهر 6 بحال رحنا في المشتى والله العظيم، ماشي الصيف. لا لا، وسي فؤاد شنو خاصك دير لهاد اللوطو؟ خاصني نشوف لو عندها مشكل في الموتور. ما كتبدوش مزيان. اوكي المهم، اوكي نزهرك الويكاند تصبش الشتا. اليوم السبت البنات، يمكن هاد الفيديو نقدر نحط لكم في الليل، ولكن راه فريمون الجو ما هواش. وبغيت قلت له زعما الا كملت بكري نخرجوا الدراري يلعبوا، مساكن سيمانه هما مبلعين معايا في الدار. ساعه الجو ما زوينش، وحتى غدا دايرين الشتا. غدا اليوم غير غيام، غدا عاد الشتا، يعني غدا غيكون بيغ. بون نمشيو نفطرو. انت فطرت ياك؟ وفاق الصباح كلاس سيريال. انا درت دابا البيض يتسلق، ودائما كنزيد وحده حيت لاين كدي لي وحده، حيت انا ما خصني نفطر بجوج بيضات باش تعطيني البروتين للنهار. ديما ملي كندير كدي لي وحده، ديكو نمشيو نشوفو البيض واش تسلق ولا مازال. يلا الله يعاونك. باش نشوفو البيضات واش طابو. المهم غنبقى نشارك معكم لي روتين بحال هكايا، شنيوله وشنيول سين تما. صافي صراحه صباح صباح عندي الدوانه. انا درت ثلاثه د البيضات هما اللي تسلقوا، وغادي نعمر معاهم الشاي الاخضر. نطمت فيهم لا البارح ما طيبتهمش مزيان، وبقاو لي بحال خضر. كيعجبني يكون طايب صافي، ما بقاش كيعجبني هكاك. بالنسبه للشاي الاخضر هو هذا، ما بقاليش فيه بزاف اصلا، بقاو لي فيه شحال 6. راه ما جبتش، خصني نقول لفؤاد غدا يمشي يجيب لي ولا بلاتي. فوالا ولدي اختي خرج بحال باه كيحماق على السيريال. كندير له شويه هكا لايان، بعدي منو كنت لقيت الصب فيه وما كيحملش هاك. لايان لايان يلا بنتي يلا ستوبلي. قال لك عاوتان كنت كنت حيت قلت له في الاول اش بغيت هذاك، بغى داك نتاع المايس، حيت من رسمة فيه دجاجه وكيقول لها كوت كوت. دو سما وداكو دوسما. هاي تيان ماشي دوريان. هنايا البنات اول حاجه كنبدي بها هو السيترون، هذا الماء سخون بزاف، هذاك الشيء درت غير النص وغنزيد عليه الماء بارد باش كيجي دافي. الا قدرتو تفطروا عليه هذا بحال هكا. انا عاد شي مرات كنزيد له القرفه، القرفه حتى هي كتساعد صراحه، كتساعد باش تحرق الدهون. زيدوا معاه قرفه، يمكن غنزيد معاه حتى انا قرفه، واخا كيجي شويه قاصح باش تشربيه، مي القرفه زوينه صراحه كتحرق حتى هي. فوالا اول حاجه هي الموس سيترون، وزيدوا معها القرفه الا بغيتو، هي الكانيل. هنايا كنوجد باش ندير الشاي ديالي صافي، وغناكل التفاحه في الصباح مع البيض. لوغاج كاين واحد الرعد في الدابة. هانت قلت لكم هكا تقول كيعجبك الجوع انت. ماما الي سيري. اول حاجه غنبداو بها، اول حاجه غنبداو بها هي هاد القرفه والحامض اللي كنفوتو في 66 كشفه، مي ماشي مولك لاختها غنضعفو. بسم الله بسم الله بسم الله. كيعاون اي حاجه قاصحه كتعاون سبحان الله، اي حاجه ممنوعه كتساهم في شي حاجه، كدير شي حاجه كتخليك مزيان. وجد لهم مال الدواء طب ما ياكلوش، نهار كيشوفوك كتاكل شي حاجه خصهم ياكلوه.
المهم بقيت واحد شويه ما قدرتش. هنايا ها نتوما كلاو لي كلش الابيض، درت غير البيض مسلوق مع تفاحه خضراء، صافي يكون هو الفطور ديالي مع الشاي الاخضر كما العاده اللي وريتكم. ها هو هذا اللي كيفهم في كلشي. خسر له البيسي، قلت له ميشو اللي كيفهم في كلشي خسر له البيسي، راه يحاول يصايبو. وانا راه منحطه الكاميرا باش تبان لكم. مازال كنفطر، قلت له واش بغيت قهوه غير باش نقول له زعما ندير معاه الصواب. قال وي جو مغي بيان، وانا مازال ما كملتش فطوري. وي جو مغي بيان، ما سي بون، مي جو ريغول جو ريغول. يلا زيدو. ايوا هي دير القهوه نتاع مسيو هاك. او ثانك يو فيري ماتش، اتس ا بليجر. بصحتك. المهم اختي نحاولوا اننا نكملوا الفطور ديالنا على خاطرنا الا قدرنا بيان سيو مع البيض. شحال من وحده كدو هاي لا يعني كتبان لي هنايا. ايوا اختي نحاولوا نكملوا الفطور ديالنا على خاطرنا الا هدرنا صدق الا هداهم صدق. بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع. البارح حضرت لكم فيديو نتاع شي ان، وواحد البنت كتبت لي حياه انا كناخذ من شي ان وراني عمرت الباني ولكن راني خفت، راه قالوا باللي فيه مواد مسرطنه. غنقول لك واحد الهضره، انا نظري الخاص ابخي ما عنديش معلومه دقيقه، نقدر انا نتواصل معهم ونسولهم، ولكن هما اصلا غاديين فيه سي نورمال. مي ما لاحظتوش ان اي واحد ما مشيوش كاع للشركات، غير من الاشخاص، اي واحد كيكون ناجح كاين واحد الفئه كتبغي طيحه باش ما يطلعش باش ما ينجحش، حيت هما تما باغيين ينجحوا، حيت دالهم بلاصتهم كما نقولوا سي نورمال. وما ادراك ما شركه، وراه كتدخل انا خدامه في الكوميرس وشي ان راه جايه في المراتب الاولى نتا الشركات العالميه اللي عندها ارباح كثيره، حيت حنايا نورمالمون كل عام كيجينا الترتيب نتاعنا نتاع الماكازا ديالنا والترتيبات نتاع لي ماكازان الاخرين. شيئين راه جايه من الاوائل، يعني سي نورمال في ظرف ما كيبلاش، ما عرفتش هذه فوقاش واش تلونصات شي 5 سنين ولا شي حاجه باش تلونصات شيئين. انا عاقله انا خدمت معاهم اللي بديت كنخدم معاهم اللي يلاه بدو حلو، وكانوا داك الوقيته كانوا ما عندهمش بزاف نتاع لي زارتيكل، وتبارك الله انتشروا ولاو دابا كيديروا حتى لي موبيليا البنات، ولاو كيبيعوا حتى الناموسيات. تعرفوا راه داكشي الدوخ والناموسيات تاع البزاز الصغير وداكشي. انا ناويه نشري من عندهم الناموسيات نتاع الولادي، رخاصين وكيبانوا زوينين وبحالهم كيكونوا في لي سيت وحدين اخرين اللي معروفين، راكو عارفين كيكون الثمن ديالهم غالي. هنا قلت لكم اي واحد كيكون طالع في واحد المجال كيكون وحدين اخرين اللي كيبغيو انه يهبطوه باش يطلعوا هما، سي لا لوجيك سي نورمال. انا كنشوف القضيه من هذا الشيء، كنشوف انهم حاربوها، واصلا راه كل شيء الملابس ديالنا راهم جايين من تما من الشينوا، مي غيجيو دابا راهم كيحاربوا الاقتصاد الصيني. ولكن راه حوايج كاملين، راه الا جديتو في حوايج كاملين غتلقيهم في البلاكار غتلقيهم نتاع الصين. اش بغيتي؟ شنو بغيتي؟ دولو ما كاينش هنا، سيري قلتي نجيبك له. يلا با يلا ما غاديش نكمل هاد الفطور ديالي انايا يعني. نبقى نوض جلس نوض جلس نوض جلس. المهم تعيشوا معايا روتين طبيعي شنو كيبقى في حياتي اليوميه، بغيت نتعاود معاكم. شنو بالكم نتوما في هاد القضيه؟ انا كنشوفها بهاد المنطق، ان اي واحد واصل كيكون عنده اللي كيطيحو، ما مشوش بعيد. انا ما وصف تيك توك، ما ناجحه في تيك توك، ما عنديش بزاف تيك توك سني انا ولي التيك توك، ما بقاش عندي داك البيتا ولا نتاع الخلاص داكشي اصلا، ما عمرني ما تخلصت من التيك توك، ما عمرني ما عندي فيه شي حاجه، ولكن ما عمرني ما جبتها. تبلوكالي مارس تصيفطوا لي بلوك ولا ما عرفتش مصيفطوا لي ولا سينيال ولا ما فهمتش، يعني ما نمشوش بعيد. كنقولوا ديما اللي كيكون عنده اكثر من الاخر، الاخر كيبغي يطيحو سي لا لوجيك. بون يلا كمل فطوري ونعاود نتلاقى معاكم حيت ولادي ما خلاونيش.
ميغا اب اهلا، هنا غنتلاقى معكم هنايا قبيله وانا كنلعب معاهم، وقلت والله تا اجي نصوركم. خديت هذه اللعبه هذه اللي قلت لكم خديتها في الفيديو اللي فات، كانوا كيلعبوا بها صراحه وصافي ما وريتها لكمش. كتجي بحال هكا، اطو ليا نوريو لهم. اطو حبيبي، اطو كوم سا توري لهم. هنا كاين فيها بزاف نتاع اللعب بحال هادي دابا هكا. اطو ليان ليان، هاكي هاكي ديري بواسون بواسون روز دون لو روز. برافو ليلي، تري بيان. علي تي في لو فير افيك لو فير. علي لو فير افيك لو فير. برافو ليلي. Allez, tu fais violet avec violet. Un poisson volé. Bravo. Jaune avec le jaune. Jaune. Très bien. Allez, le orange avec orange. Poisson vert. Merci. Allez, dans le rose. Allez, donne l'iam. Et voici d'abord juste une lhomme l'gda. Faut adoucir. هادي واحد 3 ايام درت لهم الشوربه بالكفته، جات واعره. درت لهم الشوربه عاديه، الشوربه بالروه بلاصوص طوماط، درت فيها كفته، وقال لي فؤاد عاوديها لنا عافاك جات زوينه. صافي هي هذيك، خديت شويه الكفته غنديرها كويرات، نشحرهم في الزيت هما الاولين، عاد نزيد عليهم لاصوص ونزيد الماء ونزيد شويه العطريه ونرمي الشوربه. هذه شوربه عاديه، هذه شوفو دونج فريمون كي جات. صافي غنحط الفؤاد ياكل. يلا دابا دخل. كتجي بنينه الصراحه. نخلي شويه لولادي ونسي جامي يبغيو يزيدو نزيد لهم. صافي هادي رغديوه. ما تاكل الخبز معاها ولا لا فؤاد؟ شكرا ياك. يلا سيبي يلا. اهلا، تلاقيت معكم الكبيدات. دابا غناكل. المهم درت غير شي حاجه خفيفه، درت بصله مطيشه، تفاحه، جوج بيضات. صافي هادشي اللي غناكل دابا في العشاء، من العشاء من الغدا. واخا مشكله اني معروضه عند خالتي حسن عواني، كي غندير نشد راسي، ولكن خاصني ضروري نشد راسي حيت واحد جورني اللي تاكلي فيها اللي بغيتي فريمون كدوبلي في النهار الاخر. انا رجعت لكم واحد شويه قبل ما يبدي عاوتاني يغوت. اش قلت لكم؟ قلت لكم على الله يعاونني، على الله يصبرني سيد ربي وما ناكل والو ان شاء الله يا ربي. غندير جهدي انني نصبر نشوف وما ناكلش. اش بغيت نقول لكم؟ هذاك الجورني اللي كيقول لك خصك ديري واحد جورني في السيمانه اللي تاكلي فيها كلشي. جربتها السيمانه الاولى، جربتها السيمانه الجايه، فريمون كتاخد كتزيدي لي كيلو. جربتها السيمانه الاولى كليت كسكسو الى قلتو عند خالتي، والسيمانه الاخرى كنا معروضين عقلتو من درت البسطيله ودرت البيتزا. والمشكله ما كليتش بزاف كاع كسكسو، فريمون كليت صراحه، كليت مزيان مخير، كليت زعما عمرتها. وفي الليل وهذه عاوتاني حتى هي في الليل السيمانه اللي فايته وما كليتش بزاف فريمون. واخا يا راسي بسير. قلت لكم والله ما كليت بزاف. اي هاد السيمانه كامله كندير لي فور غير باش ننقص داكشي اللي كليت في نهار السبت، يعني فيها ما غتخرجيش، غتبقى تدخلي في دوامه. كديري نهار السبت اللي كتاكلي فيه اللي بغيتي كتزيدي فيه داك جوج كيلو اللي نقصتي السيمانه كامله، وكترجعي عاود من الزيرو. عاود السيمانه كامله خصك ديري لي فور باش تنقصي داك جوج كيلو، وهي غاديه سورتو الا كنتي باغيه تضعفي في الساعه اجيك قاصحه فريمون. الا كان عندك الوقت وكذا باغيه ديريها على تيساع وكذا وي، مي الا باغيه زعما فريمون تضعفي في الساعه باش ديري هذيك القضيه فريمون ما كتمشيهاش. انا جو سيمانات ضيعت لي فريمون، هاد جو سيمانات كليت نهار السبت، بقيت كندير لي فور سيمانه كامله باش طيح داك الكيلو ونص ما عرف لي زدت في داك النهار. عاود السيمانه اللي موراها نو قلت غنحاول ما نكونش ما نديرش داك لو جوغ لي جوغ زعما اللي ناكل فيه اللي بغيت نو، حيت ما عجبتني الصراحه. خلي الجسم ديالي يتولف انه يحرق بلا ما يدير باش ياكل من الدهون اللي عنده لداخل. بون كيما شفتو البروتين شويه نتاع لي فيتامين تاع التفاح، شويه البصله مطيشه، الله يجعل البركه يسبخ ان شاء الله، ونشرب واحد الاتاي واحد التيزان بلاتي ان شاء الله. صافي هادشي اللي غناخد. قلت لكم نكمل لكم الهضره نتاع قبيله ما خلاوش ولادي نهضروا على خاطرنا. قلت لكم اي منتج كيكون حاكم الاسواق كيحاولوا انه يحاربوه، سينو كمال اي بلاصه ماشي غير اي منتج، اي حاجه حاكمه كتبغي الواحد يطيحها
باش هكا هي هو شي واحد اخر اللي يطلع، هو اللي يطلع ولا واحد اخر. سنوما انا ما صح ما كنشوف من هذيك القضيه، كنشوف انا من القضيه نتاع الكونكورنس، القضيه نتاع المنافسه وكلها بغى يطيح منتج باش يطلع هو، هو اللي منتج واعر وزوين. انا كل دابا وهذا النهار صبنت جوج كوبيرتات خليتكم قبيله في الغداء، مورها فؤاد مسكين حصل مع ديك اللوطو حماق معاها. مشى عادي قادها عاد دابا مشى عند خالتي ليات عند حماتي حيت عندها البلاصه بلوس علينا حنايا هنايا. صافي مشيت صبان جوج كوبيرتات مع كيحيدوا الدراري لي كوش، نعاود لكم شو خاصه راه ما داروش في هذا مي مارت، قلت نصبن غنصبن هادوك باش نصبن عاود حتى هادو اللي راه كندير في الناموسيه. دابا بدا كيسخن شويه الحال واخا مازال قبيله الشتا صبات، ولكن الجو سخون كمام على ماشي بارد بزاف. علاش نبدا نصبن شويه بشويه، خرجت الموكيطات كاملين خصني نصبنهم، خصني نشوف فوقاش كندير باش نصبنهم. كل نهار خصني نصبن موكيط، عندي تما شي ثلاثه خصهم يتصبنوا. ايوا صافي هذا ما كان الكبيدات، فيديو خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. شوفوا الكسوه اللي هكا تستناني الهيهات، خصني نمر نطوي الكسوه ونستنى فؤاد حتى يجي باش نمشيو عند حماتي. بسم الله. دابا هادي في الساعه 6:15. نتمنى الفيديو يكون عجبكم خفيف ظريف، ما تنساونيش من لايك ديالكم لي كومونتير زوينين ديالكم. نقول لكم بغيكم خير ربي خير ربي، نتلاقاو فين فوقاش فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم.